اولا انا كنعتبر بان كره القدم واحد الرياضه اللي هي جميله وهي متنفس لواحد العدد ديال الشباب وغير الشباب في بلادنا واللي هما كيحبوا بلادهم وكيبغيو يشوفوا بلادهم دائما منتصره، مع كل اسف مازال ما شافوهاش منتصره في الديمقراطيه ولا في حقوق الانسان ولا في التوزيع العادل للثروه. ولكن انا بحكم انني ساكنه في مدينه الدار البيضاء، يعني الفرق البيضاويه احبها والفريق ديال الوداد البيضاوي يعني بزاف. علاش؟ لانه يعني منذ الصغر وحنا كنشجعوا هذا الفريق هذا، واليوم يعني ملي انتصر في هذا يعني الكاس الافريقي ديال الابطال ديال الفرق الافريقيه، يعني احنا فرحنا بزاف. احنا بغينا هذيك المغاربه يتفاجئوا، ولكن بغينا المغاربه يتفاجئوا بزاف اللي غادي يشوفوا الحقوق والحريات ويشوفوا الخيرات بلادهم كيستافدوا منها هما. وطبيعه الحال ما يمكن ليا الا نفرح كمغربيه بهذا الفوز المستحق ديال فريق الوداد البيضاوي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.